كل واحد فينا لما بيبقى فيه فترة صعبة في حياته وانت عايشت أيام صعبة، في حاجة بتصبره أو في حاجة بيركن عليها عشان تقويه. الأيام دي كان إيه اللي بيقويك؟ إخواتك، أصحابك؟ أمي الله يرحمها كانت تقول لك إيه؟ كانت تقول لي اصبر اصبر، ربنا يرضيك إن شاء الله، يجعل القلب والرب والحصل على الأرض رضى عليك. مجرد طبطبة أمك بالكلام دي تدي لك عزم وتخليك تقضي الأيام الصعبة. مراتي تجوزت وانت عندك كم سنة يا عم عبد الوسط؟ يعني ايه يعني صغير ولا كبير ولا ايه؟ أبويا هيجوزني وأنا صغير، قال لي لا أنت بقيت نجم والدنيا هتجري وراك، راح ملجمني. وانت يعني وانت بتشكره بعد السنين دي ولا بتقول له حرام عليك؟ قلت له يابا أنا صغير. قال لي لا عليها الطلاق من امك اللي قاعده دي لا تتجوز. فكان شديد. كان حضري خدت بنت خالتي. يعني كنت 18 سنه مثلا 16 سنه؟ لا كنت 22 سنه. 22. طب ما انت مش صغير قوي يا عم عبد الباسط برضه يعني. انت كنت عايز تلعب بديلك كتير ليه؟ لا 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 لا. طب ما 22 سنه حلو. فبتقول ان مراتك ام ولادك دي وقفت جنبك كتير. طبعا طبعا ربنا يخليها لي. مش مجامله. ربنا يخليكم لبعض. بصي شافت معايا ماساه وشافت معايا غلب وشافت معايا كل حاجه. مع ان ولادها مبسوط واخواتها مبسوطين وكل حاجه. واخدين بعض على حب. الحمد لله معايا رامي ومعايا كريم ومعايا ماجد ومعايا هدير ومعايا نريمان. والخير اللي انا فيه ده من خير ربنا والشقه عليا حلو. طب ايه من اغانيك او مش الاغنيه كامله بس ايه حته لما بتغنيها بتحس ان هي تنفع لام الاولاد؟ غنت لها كلك عاجبني. لا لا والله بجد ولا اقسم بالله. ايه بقى ازاي؟ عارفه ليه؟ ليه؟ لان ده عشق روحي. النهارده حتما ولازما ولابد تغني كلك عاجبني، بس وانت بتبص لها كده في الكاميرا دي خلاص احنا عرفنا انها لها، فتغنيها لها بقى كده. قول يا حاج